جديد على قناة كريبتو وورلد، كل ما يخص العملات الرقمية للمبتدئين. الفيديو ده هنشرح الفرق بين اوردر بوك وماركت تريدز، وازاي تقدر تقراهم وازاي تقدر تترجمهم وتتنبأ بسعر العملة اللي قدامك اللي انت هتتداول عليها، اذا كان هيحصل عليه زيادة ولا هيحصل فيه نقصان، لان الاوردر بوك والماركت تريدز بتوضح لك بصورة كبيرة العرض والطلب. هبقى عارف العملة دي عليها طلب واحتمال سعرها يزيد، ولا المعروض منها هو اللي كتير واحتمال سعرها يقل. في الاول طبعا احنا شرحنا في فيديو تفصيلي طريقة التداول، ازاي تشتري وتبيع عملات رقمية، وشرحنا ازاي تثبت سعر العملة، وشرحنا الفرق بين ليميت اوردر وماركت برايس. علشان نفهم الفيديو بتاع النهاردة لازم نكون عارفين الحتة دي، فهنقولها كده بصورة سريعة. لو دخلت على اي عملة علشان تشتري او تبيع ودست على باي، هيظهر لك في السهم ده ليميت وماركت. الاوردر اللي انت هتعمله سواء شراء او بيع يا اما ليميت اوردر يا اما ماركت برايس. ماركت برايس ده يعني انا هشتري بالسعر السوق الحالي، انا عاوز اشتري العملة دي بالسعر اللي موجود دلوقتي، فبالتالي انا مش هحدد سعر معين، انا بس هحدد الكمية اللي انا عاوز اشتري بيها. كنت عاوز مثلا اشتري بمية دولار، خلاص هكتب هنا مية دولار، وهو هيشتري لي سعر العملة المتاح، هيشتري لي افضل سعر حالي اقدر اشتري بيه. مجرد ان انا ادوس على باي بي ام بي خلاص هتتم عملية الشراء فورا. يبقى انا عندي عملية شراء بتتم فورا مجرد ان انا بدوس على باي بي ام بي، ده الماركت برايس. اما الليميت اوردر هو بحدد سعر معين المنصة تشتري لي عنده لما يوصل سعر العملة للسعر اللي انا حددته. يعني انا مثلا عاوز اشتري عملة بي ام بي لما السعر ينزل ل 550، مش هشتري دلوقتي والسعر 600 او 607. يبقى انا هكتب هنا في الخانة بتاعة السعر 550، وهحدد كمية الدولار اللي انا عاوز اشتريها 100 دولار مثلا. يبقى انا كده اديت اوردر للمنصة ان هو يشتري لي بي ام بي لما السعر ينزل ل 550 بقيمة 100 دولار، وهدوس على باي بي ام بي. انا هنا ما اشتريتش فعلا. لما احنا عملنا الحركة دي في ماركت انا اشتريت، عملية الشراء تمت. اما هنا في ليميت انا عملت اوردر، انا بقى عندي اوردر مفتوح، انا بقى عندي اوردر محجوز على عملة بي ام بي لما السعر ينزل ل 550 هتتم عملية الشراء. يبقى عملية الشراء ما تمتش فعلا، ولكن في اوردر مفتوح ان انا اشتري العملة دي عند السعر ده بالكمية دي اللي هي بوينت 18-18. يبقى الفرق بين ليميت وماركت هو ان عملية شراء بتتم او عملية بيع بتتم، وان اوردر بيكون مفتوح ولكن العملية لسه ما تمتش، الاوردر بس موجود وممكن يتم لما السعر يوصل اللي انا محدده، ولكن الاوردر مفتوح وفي نفس الوقت ممكن كمان يتلغي، لان انا اقدر ادخل في اي وقت الغي الاوردر اللي انا عملته ده. تعال بقى نشوف حاجة تانية مهمة جدا، تعالوا نشوفها مثلا على عملة سعرها قليل في حدود الدولار زي عملة الريبل. ادي الصفحة بتاعت الشراء والبيع. لو نزلنا تحت كده شوية هتلاقي في تابتين هنا، اوردر بوك وماركت تريدز. الفرق بين الاتنين دول هو نفس الفرق اللي احنا شرحناه في ليميت اوردر وماركت برايس. احنا قلنا ليميت اوردر هو عبارة عن الاوردر اللي بيتفتح على العملة ولكن لسه عملية الشراء او عملية البيع ما تمتش، ولكن في اوردر مفتوح بكمية وبسعر معينين. اما الماركت برايس هو عملية شراء او عملية بيع تمت بالفعل. هو ده الفرق في الاتنين دول. الاوردر بوك هي الاوردرات اللي اتفتحت، يعني اوردر بوك دي كل الاوردرات اللي قدامنا دي هي اوردرات اتفتحت ولكن لسه ما تمتش. اما الماركت تريدز فهي عمليات بالفعل تمت في اللحظة دي، في الثانية اللي قدامنا دي. اذا ماركت تريدز هي عمليات تمت بالفعل سواء كانت شراء او كانت بيع. الاوردر بوك هي عمليات محجوزة عند سعر معين ولسه ما تمتش ومش هتتم الا لما سعر العملة يوصل للسعر المحدد.
طب انا من الحاجات دي استفيد ايه؟ انا اقدر استفيد اعرف اذا كان العملة دي الطلب عليها بيزيد، الشراء عليها بيزيد، فبالتالي متوقع ان سعرها يزيد. وعلى العكس لو في عمليات بيع بتتم كتير بكميات كبيرة، فاحتمال ان سعرها يقل. اذا انا قدرت اتنبأ بسعر العملة في خلال الساعات الجاية هيزيد ولا هيقل، ممكن كمان في الدقائق اللي جاية الكلام ده يتأثر، مجرد ان انا بعرف العمليات اللي بتتم والاوردرات اللي بتتحجز على العملة سواء كانت بيع او شراء. الماركت تريدز دي هتلاقي فيه خانة البرايس الكولن العمود اللي قدامنا في النص ده باللون الاحمر يا اما باللون الاخضر. طبعا اللي باللون الاخضر هي عمليات شراء، اللي باللون الاحمر هي عمليات بيع. وقلنا الماركت تريدز دي هي العمليات اللي بتتم بالفعل. طبعا زي ما انتم شايفين العمليات على طول كتير 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 جدا، بتتم تقريبا يعني في الثانية الواحدة اكتر من عملية. تعالوا هناخد سكرين شوت وناخد الصورة دي كده نشرح عليها. الصورة اللي قدامنا دي احنا خدنا سكرين شوت من الماركت تريدز، وقلنا الماركت تريدز هي العمليات اللي تمت بالفعل على العملة دي، على عملة الريبل مقابل اليو اس دي تي. اول سطر فوق التايم هو الوقت اللي تمت فيه العملية، الساعة 1:57 و27 ثانية عند سعر 1.56 تم بيع 1297 ريبل. اذا في عملية بيع تمت ب 1297 قطعة من الريبل عند السعر ده اللي هو 1.56. اللي تحتيه عملية شراء باللون الاخضر عند سعر 1.5602 تم 1585 قطعة من الريبل في نفس الوقت وفي نفس الثانية. تالت عملية اللي برضو في نفس الوقت شراء عند 1.56 الكمية 451 قطعة من الريبل. العملية الرابعة قبلها بثانية عند نفس السعر 1.56 برضو عملية شراء كمية 410 وهكذا. اذا بالشريط اللي قدامي ده، بالصورة اللي قدامي دي، انا اقدر اشوف ايه العمليات اللي بتتم على العملة دلوقتي. هل هي عمليات شراء؟ هل في طلب على العملة؟ ولا عمليات بيع في عرض كبير وفي بيع كبير على العملة؟ لو في عمليات شراء كتير ده معناها ان في طلب كتير على العملة، ده معناها ان سعرها متوقع ان هو يزيد. وعلى العكس لو في عمليات بيع كتير متوقع ان سعرها يقل لان العرض بيزيد. من الصورة اللي قدامنا، من السكرين شوت اللي انا خدته في اللحظة دي اللي هي بتعبر تقريبا عن 3 ثواني، كل اللي قدامنا ده هو عبارة عن 3 ثواني من الثانية 24 للثانية 27، هنلاقي ان عمليات الشراء اكتر من عمليات البيع، مش بس في العدد كمان على الكمية. لان ممكن الاقي اللون الاخضر كتير افتكر ان في عمليات شراء كتير، ممكن عمليات الشراء دي تكون بكميات قليلة، يكون في عملية بيع واحدة ب5000 مثلا واحدة من الريبل، عمليات الشراء كلها 300 400 200. اذا انا مش بس ببص على اللون اعرف اذا كان شراء ولا بيع، لا ده انا كمان لازم اخد بالي من الكميات. هنا عمليات الشراء اكتر في اللون وفي الكميات. كميات الشراء 1500 410 210 299 32 4176 80. عمليات البيع اللي عددها اقل وكمان الكميات بتاعتها اقل 1297 و500 133 و277 و41. يعني زي ما قلنا في عملية شراء واحدة بس من العمليات اللي قدامنا دي ب 4176 عملة من الريبل اكتر من عمليات الشراء اللي موجودة كلها. ففي السكرين شوت بس اللي انا خدته في الثلاث ثواني دول وضح لي ان عمليات الشراء اكتر، ده معناها ان في طلب على العملة. يبقى ممكن العملة دي سعرها يزيد خلال الساعات القليلة اللي جاية. يبقى انا لو عاوز ابيع العملة، لا انا ممكن استنى ما بيعش دلوقتي لان عليها طلب، والطلب ده احتمال يخلي سعرها تزيد. حلو، نرجع تاني للمنصة وهنشوف الماركت تريدز. السعر زاد بقى 1.57، عمليات الشراء
والبيع اللي كنا شايفينها هتتم كانت عند 1.56، السعر زاد بقى 1.57، نزل تاني دلوقتي وزاد. اذا هو عمال يزيد ويقل، ولكن شايفين ان عمليات الشراء اكتر، وده كمان باين في الشارت اللي قدامنا ان في زيادة في سعر العملة، وان الزيادة باللون الاخضر اكتر من اللون الاحمر. اذا عند مستوى السعر اللي احنا واقفين عنده ده في عمليات شراء بتتم، وده ممكن يؤدي الى زيادة سعر العملة. طيب هندخل على التابة التانية اللي هي اوردر بوك. اوردر بوك ده زي ما احنا اتفقنا وزي ما احنا قلنا، دي عمليات مش بتتم حالا دلوقتي زي الماركت تريدز اللي هي العمليات اللي تمت بالفعل في الوقت الحالي. اما الاوردر بوك هي عمليات محجوزة، هو اوردر مفتوح ومحجوز ولسه ما تمش. طب هيتم امتى؟ لما السعر يتحقق. السعر دلوقتي هو 1.57 53. الاوردرات اللي محجوزة هتلاقيها اقل او اكتر من السعر اللي معروض دلوقتي، وبرضو كميات كبيرة. هناخد سكرين شوت كده وتعالى نجيب الصورة ونتكلم عليها. الاوردر بوك اللي قدامنا ده بيوضح لنا الكمية وبيوضح لنا السعر. ايه ده؟ فرق ايه عن الماركت تريدز؟ ماركت تريدز كان جايب التايم، كان جايب الوقت بالثانية. اشمعنى هنا مش جايب الوقت؟ هنا مش جايب الوقت لان العملية لسه ما تمتش، عملية الشراء او عملية البيع لسه ما تمتش، هو بس الاوردر اتفتح عند سعر معين بكمية معينة. طب هيتم امتى؟ الله اعلم، لان انا ما اعرفش السعر اللي هيوصل فيه العملة هيتوافق مع اللي انت محدده هو ده اللي هيتم في الاوردر. عمليات الشراء هي العمليات اللي على الجانب الشمال، اما الجنب اليمين هو عليه عمليات البيع اللي باللون الاحمر. تعال نمسك مثلا عمليات الشراء على الجنب الشمال، اول عملية خالص، وقلنا دي عمليات لسه ما تمتش، دي عمليات محجوزة، خلينا نسميها اوردر محجوز. الاوردر الاولاني هو اوردر شراء 174,499 عند سعر 1.5730. اذا في اوردر شراء هو محجوز لسه ما تمش، لما سعر الريبل يوصل عند السعر ده 1.5730 هيتم الاوردر ده، هيتنفذ الاوردر ده بشراء 174,499 قطعة من الريبل. عملية الشراء التانية هي شراء 903 قطعة من الريبل عند سعر 1.5726. اذا هو بيجيب لك عملية الشراء اللي هتتم عند السعر الاعلى الاول، واحد هيشتري عند 57.30، اللي تحتها هيشتري عند 57.26، التالت هيشتري عند 57.22، وهكذا. كل ما هتنزل تحت في الاوردر بوك هتلاقي السعر بيقل، في ناس عرضة ان هي تشتري او طالبة ان هي تشتري او فتح اوردر ان هي تشتري عند سعر قليل. لما السعر الريبل ينزل عند السعر القليل اللي هم محددينه الاوردر هيتم. على الناحية التانية عمليات البيع، ودي هتلاقيها عكس، الناس عاوزة تبيع فمستنية السعر يزيد عشان تبيع، فهتلاقي كل ما هتنزل تحت في الاوردرز هتلاقي السعر بيزيد. يعني اول اوردر عندنا في عمليات البيع عند سعر 1.5731 كمية 3368، تاني عملية عند سعر 32، تالت عملية عند سعر 33، وهكذا. كل ما هتنزل هتلاقي السعر بيزيد، هتلاقي ناس حاجزة اوردر او عاملة اوردر ان الكمية اللي هي مستحوذة عليها من الريبل تتباع عند سعر معين، اخر اوردر تحت خالص عند سعر 1.5746 كمية 9376 ريبل. اذا كل دي عمليات شراء وعمليات بيع محجوزة لسه ما تمتش، هتتم امتى؟ لما سعر الريبل يوصل لنفس السعر اللي انت محدده بالظبط، هتتم العملية تلقائي من على المنصة. اذا الناس دول اشتروا بطريقة ليميت اوردر اللي احنا شرحناها في اول الفيديو. اما في الماركت تريدز اللي هي العمليات اللي بتتم فعلا، فدي الناس اشترت بطريقة ماركت برايس او اوردر مفتوح ووصل عند السعر المطلوب فتنفذ هو كمان. اهم حاجة ان احنا نعرف الفرق بين اوردر بوك، هي الاوردرات المحجوزة عند اسعار معينة بكميات معينة ولسه ما تنفذتش. ماركت تريدز هي العمليات اللي تمت بالفعل سواء شراء او بيع، وبيجيب لك كمان الثانية اللي تمت فيها.
برضو انا هقدر من هنا احدد اذا كان في عمليات شراء وطلب كتير على العملة فده متوقع ان سعرها يزيد، ولا في عمليات بيع كتير ففي عرض كبير على العملة فمتوقع ان سعرها يقل. من الصورة الواضحة قدامنا عمليات الشراء، هنا هنبص على الكميات مش على الاعداد. كميات بتاعة الشراء شايفها اكتر من البيع. اول كمية 174,000، بعد كده 900، 6000، 15، 10000، 318 وهكذا. الناحية التانية على البيع في كميات عالية شوية زي 44,000 وفي 21,000 و16,000 و10,000، ولكن برضو شايفين في عملية شراء واحدة بس اللي هي اول عملية خالص ب 174,500 قطعة من الريبل، ممكن تكون اكتر من كل عمليات البيع اللي موجودة قدامنا، فبالتالي برضو عمليات الشراء هنا اكتر. اذا قدرنا نطلع كده من الاوردر بوك والماركت تريدز ان عمليات الشراء على الريبل اكتر من البيع، فبالتالي في طلب على الريبل، فده ممكن يقول لنا ان سعر الريبل ممكن في خلال الساعات اللي جاية يزيد. زي ما احنا شايفين السعر بالفعل بيزيد، احنا اول ما فتحنا الفيديو شوف السعر كان كام، هتلاقيه كان 55 و56، دلوقتي بيزيد بقى 57، وصل دلوقتي ل 58، وهيدخل دلوقتي على 59. اذا من الحاجات اللي انا قريتها تحت شفت عمليات اللي تتنفس شراء ولا بيع، وقدرت اعرف اذا كان السعر هيزيد او هيقل، وده مجرد توقع ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط، ولكن هو ده طبيعة العملات الرقمية. حاجة تانية هقول لكم عليها تقدروا تستفيدوا بيها موجودة على منصة باينانس، وهي البرايس أليرت. ايه هو البرايس أليرت؟ البرايس أليرت ده بيدي لك تنبيه لما سعر العملة يوصل عند سعر معين. تعالوا نشرح البرايس أليرت على عملة تانية زي عملة باينانس. عملة باينانس امبارح والنهاردة سعرها كان فيه اختلاف شوية، ان هو زاد وقل. زي ما احنا شايفين قدامنا اعلى سعر وصلت له الباينانس في اخر 24 ساعة و $622، واقل سعر وصلت له هو $567. طيب لو انا مثلا معايا دولار، معايا USDT، وعاوز اشتري باينانس، عاوز اشتري عملة باينانس اللي هي PMP، بس طبعا انا عاوز اشتري لما السعر يقل، او لو العكس انا معايا PMP وعاوز ابيعها لما السعر يزيد، هل مطلوب مني ان انا افضل فاتح الموبايل كده وباصص فيه ومستني السعر يوصل عند السعر معين انا عاوز ابيع عنده، واول ما ده يحصل ابيع؟ لا، انا ممكن اعمل حاجتين. الحاجة الاولانية ان انا انفذ الاوردر واعمله ليميت اوردر، هدخل اعمل سيل وهكتب في الليميت اوردر هنا السعر اللي انا عاوز ابيع عنده 615 او 620، وحدد الكمية اللي عاوز ابيعها وادوس سيل. احنا قلنا لما نعمل حاجة زي كده كأننا فتحنا اوردر، ولكن الاوردر هيتنفذ اول ما السعر يوصل عند 620 اللي انا حددته. لا، انا بقى مش عاوز كده، انا عاوز بس اعرف لما السعر يوصل ل 620، علشان لما يوصل ل 620 انزل اشوف الاوردر بوك واشوف الماركت تريدز واشوف هيبقى فيه ساعتها عمليات شراء كتير، ده كده متوقع ان السعر يزيد عن 620 كمان. لا، يبقى انا ما بيعش عن 620، يبقى انا ابيع بقى عن 625 او ابيع عن 630 اللي هو متوقع السعر يزيد عندها. اما لو لقيت عمليات بيع كتير بكميات بيع كتيرة بتتنفذ واوردرات مفتوحة لعمليات بيع كتير، ده كده متوقع السعر يقل، ده انا هلحق وبيع دلوقتي. طب انا بقى عاوز اعمل برايس اليرت على عملة PMP لما السعر يزيد. وانت واقف على العملة تحت كلمة باي هتلاقي كلمة اليرت اللي هي على شكل جرس، هتضغط عليها. هنا انت هتدي اوردر كده للمنصة، انت هتدي امر للمنصة ان هي تدي لك تنبيه كأنك بتشغل منبه بيقول لك انت عاوز تدي التنبيه ده بايه، ان السعر يرتفع ولا السعر يقل. اختار مثلا السعر يرتفع،
السعر دلوقتي 605، انا عايز لما السعر يوصل ل 620 تشغلي المنبه، تديني التنبيه ده وهقول له كرييت اليرت، هلاقي فيه اضاف كده في القائمه بتاعه الاليرتس ان لما سعر البي ام بي يوصل ل 620 او يزيد عن 620 هديلك تنبيه، هديلك جرس، هبعت لك اشعار اقول لك خلي بالك سعر البي ام بي وصل ل 620، ادخل دلوقتي شوف هتعمل ايه، هتبيع ولا هتشتري، ادخل شوف ايه اللي موجود دلوقتي على العملة دي، في عمليات بيع ولا في عمليات شراء. يبقى انا كده عملت اليرتس على عملة بي ام بي، اول ما يوصل السعر ل 620 هلاقي في اشعار جالي كده من الابليكيشن ان السعر زاد ل 620، يبقى انا مش محتاج اراقب السعر بشكل لحظي. ولكن لما بيجي لك الاشعار ده ادخل وبص، ان ممكن ساعتها تكون عاوز تعمل اوردر بيع او اوردر شراء على الاليرت اللي انت عامله، فما تضيعش ساعتها الفرصة دي. ويفضل انك تعمل نغمة بتاعة التطبيق، نغمة الاشعارات بتاعة تطبيق باينانس تكون نغمة مختلفة عن نغمة الاشعارات، على اساس ان لما يجي لك اشعار من باينانس يكون اشعار مميز، يكون بصوت مميز. طيب انا دلوقتي العكس، انا مش معايا بي ام بي وعايز ابيعه، لا ده انا معايا يو اس دي تي وعاوز اشتريه، فمستني السعر ينزل، عاوز اعمل اليرتس برضو لما السعر ينزل ل 550 مثلا الحق اشتري عند 550، على اساس ان هو لما يرفع تاني عند 600 ارجع وابيع. يبقى هعمل اليرت، اد اليرت لعملة باينانس وهكتب 550، هو هنا بيقول لي ان السعر ده لازم يكون اعلى من اخر سعر نزل، علشان احنا حددنا هنا برايس ريزز، يعني انا محدد ان لو السعر زاد عن كام تعرفني، فهو اصلا السعر دلوقتي 605، ما ينفعش يبقى السعر لو زاد عن 550، احنا هنا نحدد برايس دروب 2، يبقى انا كده انا عايز اليرتس ان لو السعر نزل 550 وهدوس كرييت اليرتس، يبقى انا كده عملت نوعين من الاليرتس. اليرتس تايب دي لازم نحددها اذا كان برايس ريزز ولا برايس دروب. انا كده عملت اتنين، واحد برايس ريزز وواحد برايس دروبس. لو السعر نزل عن 550 هيجي لي اشعار، ولو السعر زاد عن 620 هيجي لي اشعار. طب انا كده هستفيد ايه من الاشعارين دول مع بعض؟ هستفيد ان انا لو معايا بي ام بي وعاوز ابيع، وان انا لو معايا يو اس دي تي وعاوز اشتري، يبقى انا معايا العملتين، معايا يو اس دي تي ومعايا بي ام بي، فعاوز اعرف السعر هيزيد ابيع البي ام بي، السعر هيقل اشتري البي ام بي، يبقى انا عملت الاثنين. يبقى انا مش محتاجة اراقب سعر البي ام بي، انا بس عاوز اعرف لما السعر يوصل عند مستوى معين انا اللي حددته هدخل اشوف واراقب الاسعار بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، واللي هي اوردر بوك وماركت تريدز، واعرف اذا كان السعر هيزيد او هيقل، واعرف اذا كنت هشتري او هبيع. طبعا اقدر اعمله واقدر انفذه على اي عملة انت عاوزها. حتة البرايس اليرت انت ليك كمية او ليك عدد محدود، ليك لحد 10 اليرتس لعملة واحدة، وليك لحد 50 اليرتس لعملات مختلفة. يعني انا دلوقتي على عملة بي ام بي انا عملت تنبيهين، انا ليا اقدر اعمل لغاية 10 تنبيهات، يعني اقدر اعمل كمان تنبيه احدد الطيب اذا كان ريز ولا دروب، هقول مثلا دروب عنده 570 كرييت اليرت، يبقى انا كده عملت تنبيه تاني لو السعر نزل عند 570 عرفني برضو، يبقى هو لو نزل عند 570 هيديني تنبيه، وبعدها لو نزل عند 550 هيديني تنبيه. انا اقدر اعمل كده لنفس العملة 10 تنبيهات، والعملات كلها اقدر اعمل 50، فبالتالي انت تقدر تضيف التنبيه اللي انت عاوزه علشان تدخل تتابع الاوردر بوك والماركت تريدز. موضوع متابعة الاوردر بوك والماركت تريدز ده مهم جدا، وبيفرق جدا في العملية اللي انت داخل تعملها.
احنا اول ما تابعنا في الفيديو تابعنا الريبل وتابعنا ان السعر بيزيد لان عمليات الشراء اكتر. السعر دلوقتي وصل ل 1.60 وهيدخل على 1.61. اذا لما احنا تابعنا الريبل لقينا ان الاوردر بوك والماركت تريدز عمليات الشراء اكتر، وده انعكس على سعر الريبل ان هو بيزيد لان الطلب عليه زيادة. يبقى انا لو كنت داخل وعاوز اشتري يبقى انا هلحق واشتري دلوقتي لان شايف عمليات شراء كتير والسعر بيزيد، وزي ما احنا شايفين بيزيد قدامنا. اذا توقعاتنا كانت مظبوطة. اما لو لقيت عمليات بيع كتيرة يبقى السعر هيقل، اقدر اخد القرار بتاعي سواء كنت هشتري او هبيع. يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس الاشعارات عشان يجيلك اي حاجة جديدة بننزلها، وشكرا لمتابعتكم.